في مطلع الشهر الجاري أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومشيرا خلال دراسته لأن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا تكتسب أهمية متزايدة، وذلك لما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية. أما على المستوى الاقتصادي فتمثل إفريقيا إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إليها. إذن مشاهدينا، كيف يمكن تعزيز فرص التجارية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؟ والمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك سعادة السفير معنا في هذا البرنامج. بداية بعد التحية، برأيك يعني جهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية والتي شرعت في تنفيذها لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الدول، كيف تقرأ كل هذه الجهود؟ لا شك أن هناك جهود حثيثة وقوية، وخاصة منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. صحيح. كان هناك جهود قوية جدا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية على مستوى القارة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، ثم أيضا في مجال الإنتاج للقطاعات الاقتصادية المختلفة ربطا باتفاقية التجارة الحرة القارية حتى يتم تفعيلها ويزداد النشاط التجاري البيني سواء بين مصر والدول القارة الأفريقية جميعا أو بين الدول الأفريقية بصفة عامة والعالم الخارجي. هناك خطة مصرية وضعت لزيادة الصادرات المصرية بصفة عامة إلى ما يقرب من 10 مليار دولار في عام 2025، وكذلك في إطار حزمة منتقاة من أسواق تم تقسيم القارة الأفريقية إلى ما يقرب من 5 مناطق منها منطقة غرب أفريقيا، وتم إعطاء أولويات لهذه المناطق. أعتقد أن منطقة غرب أفريقيا حظيت بالأولوية من الاهتمام، بحيث أن هناك فرص واعدة تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية في هذا الصدد. أعتقد أن هذا الأمر يعني بيعرض باهتمام كبير، وهناك آليات ورؤى تم وضعها لزيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري وزيادة الدور المصري في الاقتصاد بهذه دول مجموعة الإيكوس من خلال عدة آليات عديدة تم التوافق عليها من خلال الأجهزة والإطارات المعنية، وأيضا دور للقطاع الخاص العقاري في هذا الصدد، وأيضا رجال الأعمال. بالفعل يمكن أصبح هناك ملحمة وطنية كبيرة ما بين كل قطاعات الدولة المصرية، بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. هذه الخطة التي تحدث عنها سعادة السفير، كيف من الممكن أن تساهم في تنمية الصادرات المصرية إلى تلك الدول الإفريقية، وكيف تقرأ هذه المقترحات أيضا؟ لا شك أن هناك اهتمام كبير جدا بموضوع كما أشرت البنية التحتية، هناك أيضا اهتمام بالطرق البرية، المناطق اللوجستية، هناك أيضا اهتمام بضرورة دعم الصادرات، توفير التمويل اللازم من خلال بنوك، توفير خدمات لوجستية، وأيضا صندوق للتمويل. ونحن نعلم أن مصر أنشأت في هذا الصدد صندوق لدعم الصادرات، وهناك تعاون وثيق مع كافة الأجهزة المعنية بالصادرات المصرية لدعم الأسواق ودعم الدور المصري في توفير يعني معدل مرتفع من الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق، وده مرتبط أيضا بدور مصري في دفع في توفير قدر كبير مناخ آمن ومستقر طبعا في منطقة غرب أفريقيا بصفة خاصة، حيث أن مصر لها دور محوري في دعم منطقة الساحل فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها. هذا الدور الكبير يمكن، نعم سعادة السفير، في هذه بشكل إيجابي. صحيح. على الدور الصادرات المصرية والعلاقات الاقتصادية مع هذه المنطقة. في هذه النقطة وتساقن مع كلام حضرتك سعادة السفير ودعم منطقة الساحل والدور الكبير الذي تقوم به مصر من تيسير نفاذ هذه المنتجات المصرية لهذه الدول الإفريقية، هنا السؤال كيف تنظر هذه الدول لكل هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية؟ أعتقد هناك استجابة قوية جدا من جانب هذه الدول، باعتبار أن الدور المصري في هذا الصدد هو دور يعني يتفق والمصالح المشتركة. طبعا هناك رؤية في مصر في التعامل مع الدول الأفريقية تقوم على إخفاف شراكة استراتيجية طبعا ليس فقط في المجال الأمني أو في المجال
السياسي وانما في كل المجالات، في المجال الاقتصادي بصفه خاصه طبعا، وايضا في المجال الاجتماعي بشقي الصحه والتعليم. لذلك منطقه غرب افريقيا ربما لم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل، وبالتالي هناك يعني رؤيه كبيره جدا في ان تصل العلاقات بين البلدين طبعا بين مصر وهذه المنطقه الى ما يقرب من مليار دولار في خلال بضعه بالفعل. يمكن مبدأ المصالح المشتركة هو المبدأ السائد يعني في علاقات المصرية وعلاقاتها الخارجية متتوالية. السيد الرئيس رئاسة الجمهورية أشكرك شكرا جزيلا. سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لحضرتك.